السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في الأربعاء السهيلة بمراكش، واللي ما عرفاش كاين في المملكة المغربية الخيرات والرواد الشارية المغربية والناس من المدن الكبرى من المملكة المغربية. كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد، اهلا وسهلا بكم جميعا. بدينا عدود الشاب هنايا كما تشوفوا، اللحم تاع الجبل بخيرات تبارك الله، نوريو الاحباب تونا فين مكانو داخل الوطن او خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد، اهلا وسهلا بكم جميعا. تبارك الله هاد الخيرات تنوريوها الاحباب تونا. هاد لحم الجبل خاص باللحم الجبل وتشهب كي تشوفوا، تبارك الله اللحم تاع الجبل وتشهب راجل كي تشوفوا. عندو شي حاجه مليحه هنايا في السوق الاسبوعي بالاربعاء السويله بمراكش، واللي ما عرفهاش كاينه في المملكه المغربيه. كل مشاهد قناه زيت المرجان في المكان، هذه الدروه تاع الجبل كي تشوفوا معنا، او القباق او كل واحد اش يقول. تبارك الله على السيف الشاب تتسالي مع السيد كما تشوفوا، عندو هاد الناس تياخذوا عندو، واخا ما بغيناش كاينين الناس اللي ما تيبغوش يتصوروا عندنا يكونوا في ادارات كبرى، او احنا مشرفين عندنا كل واحد. الاحباب تاعنا اهلا بكم جميعا. هذا الحب الجمل عندو الشعب كي تشوفوا معنا في الاربعاء السويله مره. سي بن شهاب تتكمل مع الناس وان شاء الله خير. هذه قناه الزيتون مرجان تحيي كل مشاهد قناه الاحباب تونا كبير وصغير، اهلا بكم جميعا كي تشوفوا هذه الخيرات تبارك الله. كما تشوفوا لحم الجمل في الاربعاء السويله مراكش، نحييو المشاهدين قناه الزيتون مرجان كوتور الاحباب تونا وغالين علينا على قناة زيت المرجان الصغيرة تبارك الله. كي تشوفوا هذا لحم الجبل هنا في الأربعاء السويلة بمراكش، تنوريوه الأحباب تاعنا في المكان. بدينا عدو الشاب هو تيقول لك الركراكي وتشاب، واخا سيدي مرحبا الركراكي وتشاب، الدرود الجمل والكتف تاع الجمل وعنقرة الجمل والخيرات تبارك الله كي تشوفوا معنا، والهواء تا هو كاين معنا. هواء سوا كما قال الركراكي والتشهب، راجل مخير راجل زين ما حدو عندو هاد المليح تبارك الله. كي تشوفوا لحمة الجمل تبارك الله هنا في الأربعاء السويلة مراكش. فين؟ جمعة مصلوحت والسوت بن ساسي ولا بعد سويهلا بمراكش. وشحال بعتي هاد الخيرات؟ 90 درهم اللحم، وهاد الدروة 6000 ريال، 30000 فرنك باش تبيع الدروة واللحم ب 90 درهم. وبشحال بعتوا الكبدة وهاد الخير؟ 150 درهم. وبشحال بعتوا هذاك القلية تاع التجربة؟ 25 درهم كما تشوفوا في الأربعاء السويلة مراكش. هذه قناة زيتون مرجان ترحب بجميع المشاهدين الأحباب تونا، أهلا بكم جميعا. هذا لحم الجبل تنوريوه الأحباب تونا في المكان كما تشوفوا، تبارك الله تاع هنايا في الأربعاء السويلة من مراكش. أهلا أهلا الله يحفظك. كي تشوفوا هاد الخيرات تبارك الله، عند بدينا عند الركراكي والتشاب كي تشوفوا معنا هنايا في الأربعاء السويلة بمراكش. نحيي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان. هادي عنقرة الجبل وهذا لحم الجبل وهذا والتشاب الركراكي كما تشوفوا، والركراكي كما تشوفوا هذا الركراكي وسعيد والتشاب وشابانا خدام معاهم ويصلخ لهم الجميع كما تشوفوا في الأربعاء السويلة في مراكش. نحييو كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا بكم جميعا. هذا الخيرات نوريوها للجالية المغربية والناس اللي في المدن الكبرى في المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا
اهلا بكم جميعا. تبارك الله كي تشوفوا لحم الجبل في الاربعه السويله من مراكش الخيرات تبارك الله. كي تشوفوا هذه الدروه البيضاء تبارك الله، كي الحوت تيصابوا هذاك الشيء التقنيين تاع الخيرات تبارك الله. سعيد ولا الركراكي ولا سعيد وتشهب او الركراكي او الحباب تاعنا كما تشوفوا تبارك الله. لحم الجبل موجوده في الاربعاء السويله من مراكش، هذه عنقر الجبل كي تشوفوا الخيرات تبارك الله. تنوريو لكل مشاهد قناه زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا بكم جميعا. هذه الخيرات تبارك الله تنوريو الحباب تاعنا في المكان، تشوفوا بكر تبارك الله، بكر جميل لحمه كله زين كما تشوفوا. تيقول لك اللحم فيه الدواء تاع الجبال كما تشوفوا هنايا. هاد الخيرات تبارك الله تاع لحم الجبال عند الركراكي وسعيد وتشهب. تعطينا التمن ولا الركراكي يا سي سعيد؟ بحال بحال سي سعيد كيما تشوفوا احنا عند سعيد وتشهب. بشحال بعتوا لحم الجبال سعيد؟ اليوم 80 درهم درنا 80 درهم لحم الجبال تبارك الله، 80 درهم تبارك الله. وبكر مليح كيما تشوفوا معنا هادو الرجال تاعو بكر سي سعيد. بكره تبارك الله بكره. اييه بكره بكره حيت بان لي هذاك بكره. عرفت عرفت شي حاجه تبارك الله زينه. 80 درهم باش درتو لي شحال؟ 90 درهم ولا 90 درهم 18 صافي. اللي قالها الركراكي هي اللي كاينه فيها الخير سيدي. اللي قالها الركراكي هي اللي كاينه 1890 درهم باش كاين لحم الجمال هنا في الاربعاء السويله من مراكش كي تشوفوا معنا تبارك الله. وهاد الدروه بشحال الركراكي؟ 300 درهم تبارك الله. الدروه تيديرها الدواء وشي حاجه زينه اللي بغى هادشي تيديروه في العشوب والخيرات. وبشحال بعتوا الكبده؟ 150 درهم. 150 درهم باش باعوها والكرعين وهذا الشيء؟ الكرعين 5000 ريال 4000 على حساب. على حساب. هذا سعيد وتشهب راجل طرافات كيما قال لنا الدكتور. نحيي الدكتور تاع السوق تاع الاربعاء السويله من مراكش، تحياتي لي قويه الدكتور. نحيي كل الاحباب تاعنا في المكان وكيفاش ورانا معلومات هنايا في الاربعاء السويله من مراكش تبارك الله. كي تشوفوا العنقرة تاع الجبل وتشوفوا الخيرات تبارك الله هنا في الاربعاء السويله في مراكش. ونحيي كل الاحباب تاعنا في المكان وداخل الوطن او خارج الوطن. بعتوا التقليه سي سعيد اليوم؟ التقليه 25 درهم. باش بعتوا التقليه؟ مخلطه ب وكريشه وطحينه 25 درهم. باش تبيع سعيد التقليه ب 25 درهم تاع الجبل تاع لحم الجبال تاع الجبل تاع البكران بكرات كما تشوفوا معنا في الاربعاء السويله من مراكش. نحييو كل الاحباب تاعنا في المكان تبارك الله على السي الحاج كما قال هذا الرجل تاوقع عنده لحم الجبال في الاربعاء السويله من مراكش. كي تشوفوا معنا راجل مخير وراجل قديم كما تشوفوا لحم الجبال هنايا عند هذا الرجل تاوقع صديق لنا هنايا. حيوا اي مشاهد قناه زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. انت تصورتي مع مول الجبال؟ نعم اسيدي. الجبل تبارك الله كما تشوفوا مع مول الجبال هنا في الاربعاء السويله من مراكش. خيرات تبارك الله. بكره واش بكره هذه ولا بكره؟ هذه بكره هذه بكره 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 بكره. تبارك الله اليوم وعندو قدامية تاع الجبل هذا؟ نعم الحاج عندو قدامية تاع الجبل؟ اييه قديم هنا في الجبل. قديم ها؟ الجبل من تقديم هذا الشيء اللي قلنا. اييه والحاج كما قلنا هذا الحاج راجل مخير كما تشوفوا. تبارك الله الخيرات تبارك الله. خويا الحاج بشحال بعتوا اليوم لحم الجبال؟ 90 درهم باش باعوا هذا
تحياتي ليه وتحياتي الصغير تاعو الكبير تاعو من هذا الرجل الضرافات. بعد ديما نقول تبارك الله. والدروة بشحال بعتيها؟ 6000 ريال 300 درهم تبارك الله. وهذه كبدت جمال كما تشوفوا في الأربعة السويلة من مراكش. هذا الخير تبارك الله. وشحال بعتيها الكبدة سي الحاج؟ 150 درهم باش باعوا الكبدة.